السلام عليكم حنوناتي، والصلاة والسلام على رسول الله. كرح بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى للنواعم، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. وصفتنا اليوم مميزة جدا، والميزة ديالها أنها كتصلاح لكل أنواع البشرة، سواء عندك بشرة حساسة، بشرة جافة، دهنية، مختلطة، فجميع أنواع البشرة كتصلح لهم هذه الوصفة، خصوصا الناس اللي عندهم حب الشباب أو اللي يعني مروا بمرحلة حب الشباب وخلى ليهم لتراس، خلى ليهم دوك لتراس في الوجه ديالهم غامقين، أو كذلك البنات اللي عندهم حب الشباب وكيعانيوا من مشكلة الحبوب، وفي نفس الوقت كيعانيوا كذلك من دوك لتراس ديال الحبوب اللي مشاو. فغنعطيكم هاد الوصفة زوينة بزاف، كلها من مكونات طبيعية، والأجمل من ذلك أنها عبارة عن كريم بإمكانكم أنكم تحتفظوا به في الثلاجة لمدة 3 أيام. يعني غتصاوبي الوصفة وغتبقى عندك 3 أيام، ما تحتاجيش أنك تصاوبيها بشكل يومي. وهاد الوصفة غادي تلاحظي النتيجة طبعا من أول استعمال. طريقة باش غتلاحظي من اول استعمال، صوري الوجه ديالك في نفس المكان وفي نفس الاضاءه، ومن بعد استعمال الوصفه عاودي صوريه. راه متاكده الا قارنتي هذوك جوج ديال الصور غادي تلاحظي فعلا الفرق. ووصفتنا كتكون من 4 مكونات فقط، والثمن ديالها كذلك رخيصه بزاف. فاول مكون معنا اللي هو الارز، غادي نحتاجه الى الأرز، أي نوع متوفر عندكم، سواء هذا النوع هذا اللي كيكون طويل الحبة أو قصير الحبة، أي نوع. ومن بعد غادي نسلقوه في الماء، وغادي نحصلو على هذا الأرز بهذا الشكل باش نعملو به واحد الكريم اللي زوين بزاف، وغادي نضيفو عليه إضافات أكيد غادي تفيد البشرة ديالنا. والأرز معروف عليه أنه كيصفي بشرة الوجه وكيحيد منها كل التصبغات، والأهم من ذلك أنه كيحافظ على شبابية البشرة. وأي بنت عندها التجاعيد المبكرة وحتى التجاعيد اللي كيجيو فوقتهم، فالحل ديالهم هو الأرز، لأنه فعلا كيحفز إنتاج مادة الكولاجين. غادي نطحنو، المهم غادي نسلقوه بحال هكذا، وغادي نخليوه في الماء ديالو. وطبعا غادي ناخذ الكميه اللي غادي تكفينا باش نصاوبوا الكريم ديال 3 ايام. ولا شط لكم شي كميه راه بامكانكم انكم تستعملوها للشعر، راني سبق نزلت لكم وصفه للشعر، كتبوا فقط ترطيب الشعر ابداعات نهى للنواعم، المهم غادي تلقاو هذيك الوصفه. وغادي نحتاجو الى الدقيق الابيض، الى ما متوفرش عندكم بامكانكم تعوضوه بالمايزينا او ما يسمى ب نشا الذره. انا غنستعمل الفارينة الدقيق الابيض، وهنا عندي جوج ديال المكونات انا مخلطاهم مع بعض. غادي نحتاج الى، لو وضعتي مثلا كمية من الكركم، الكركم اللي كيكون ديال التجميل، طبعا راه نفس الكركم غيره كان بعض البياعين كيضيفوا ليه واحد الملون، وحنا بغينا هذا النوع هذا اللي ما كيكونش فيه الملون، اللي كيكون طبيعي. ولكن انت خايفه انهم يبيعوا لك هذاك فاش كيكون داك الملون وما يتحيدش لك من الوجه ديالك، فافضل طريقه انك تجيبي الكركم وطحنيه في البيت عندك، توضعيه في الفرن حتى يبس مزيان، او انك تعرضيه لاشعه الشمس. ثم غادي تطحنيه يعني بشكل عادي، او انك تستعملي مثلا المهراز او ما يسمى بالهون. فاذا خديتي ملعقه كبيره من الكركم غادي تضيفي عليها ملعقه صغيره من الدارسين او ما يسمى بالقرفه. فانا عندي هنا المزيج ديال القرفه والكركم، كما كتشوفوا راه الكركم هذا حقيقي، راه البقايا ديال الكركم راها باينه ليكم. فالطريقه جد بسيطه، اننا غادي نحتاجوا واحد المطحنه كهربائيه، غادي ناخذوا واحد الكميه من هذا الارز هذا غادي نطحنوه، ثم غادي نرجع معاكم وتشوفوا معايا الاضافات الاخرى اللي غادي نضيفوها لهذا الكريم باش يكون كذلك مرطب للبشره. غادي نوضع الكمية اللي بإمكاني أنني نحتفظ بها لمدة 3 أيام، ثم غادي نطحنها. طبعا بإمكانكم أنكم تضيفوا القليل من ماء الأرز طبعا حسب ثم غادي نحصلوا على هذا الكريم اللي غادي نضيفوا عليه إضافات أخرى. الآن غادي نجيب أي إناء وغادي نوضع فيه الأرز اللي طحناه.
شو معايا كيكون ناعم جدا. خصنا البنات غير نحيدو شويه ديال العكاز، راه غادي نهتمو براسنا احسن ما يكون بدون مواد يعني غاليه. فبمواد طبيعيه عندك غير في كوزينتك راكي غادي تولي لاله البنات. فغادي نضيف ملعقه تقريبا قد هذه متوسطه من الدقيق الابيض، ثم غادي نضيف ملعقه صغيره كما قلت لكم ممزوجه، يعني لو ضعتي كميه من الكركم غتضيفي نصف الكميه من الدارسين او القرفه. غادي نمزج هذه المكونات بهذا الشكل، طبعا غادي نحصلوا على هذا الكريم الاكثر من رائع. البنات اللي عندهم البشره ديالهم حساسه حساسه بزاف يعني فوق القياس، انا بشرتي حساسه وعادي هاد الوصفه يعني عاديه بالنسبه ليا، ولكن البنات اللي عندهم البشره ديالهم حساسه فوق القياس حيدوا القرفه ما تستعملوهاش. ثم غادي نضيف القليل من زيت اللوز الحلو او زيت الكوك حسب الرغبه ديالكم، تقريبا ملعقه صغيره باش هاد الوصفه ما تنشفش لينا الوجه. ولا شفتوا ان الوصفه مثلا ناشفه لكم بزاف بامكانكم تضيفوا يا اما ماء الارز او ماء الورد حسب الرغبه. كما كتشوفوا معايا انا الوصفه يعني راه هذا هو القوام ديالها، القوام ديالها مثالي، فغادي نحتفظ بها باي علبه باش نضعها في الثلاجه ونحتفظ بها لمده 3 ايام. وهذا الكريم هذا غادي تستعملوه كل ليله، يعني كل ليله غادي تستعمليه فهو رائع جدا. غادي توضعيه على البشره لمده 20 دقيقه ثم غادي تغسليه، فغادي تستعملوها غادي توضعوها على الوجه وغادي توضعوها بهذه الطريقه حتى تشربها لكم الوجه ديالكم جيدا. كما كتشوفوا معايا راني قلت لكم هذا الكركم راه الكركم ماشي هذاك اللي فيه الملونات كما كتشوفوا معايا، وسهل جدا انكم تغسلوه. ثم غتبقاو تماصيو بهذه الطريقه طبعا من الاسفل الى الاعلى من الاسفل الى الاعلى، وتخليوها لمده 20 دقيقه. ثم غادي تغسلوا الوجه ديالكم عادي، وطبعا غادي تلاحظوا ان الوجه ديالكم والله ابيض وفيه النضاره والله رطيطب. وبعد الاستعمال والمداومه داوموا على هذه الوصفه، إذا بغيتو بإمكانكم تداوموها بشكل يومي لمدة 21 يوم، لأن الوجه ما كيبقاش كيستجيب للوصفة الطبيعية بعد 21 يوم، فغادي تلقاو عليها نتائج جد مبهرة ابتداء من الأسبوع الأول. فنشغل من الأسبوع الأول من الاستعمال الأول انت أكيد غادي تلاحظي الفرق. ومن بعد غادي من بعد ما تغسلي الوجه ديالك طبعا بماء فاتر مائل إلى البرودة، غادي تغسلي بصابونه القمر، وصابونه القمر راه معروفه والطريقه ديالها راه عندنا على القناه وهي حصريه لقناتنا. شوفوا معايا شفتوا راه البشره تشربات هذا الكريم هذا، لانه فعلا فعلا كريم جد جد رائع. وغادي المهم تستعملوه راكم غادي تلاحظوا الفرق، وهي فعلا توب ديال التوب. وغتوليو تغسلوا الوجه ديالكم كذلك بصابونه القمر، لان صابونه القمر غادي تصفي لكم الوجه ديالكم من كل السيكاتريسات اللي كيكونوا فيه ولا اثار الحبوب. كنتمنى يا رب يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، ولا عندكم اي غزالات ديالي اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الا اناملكم تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وتبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. نمشي نغسل يدي باش تشوفوها بعدا عاد نقول لكم بالسلامه. هي يدي البنات بعد ما غسلتها ما كاينه لا صفوريه لا والو، شوفوا معايا ما كاينه لا صفوريه لا والو ورطبه ما شاء الله. لهذا ضروري انكم تشوفوا الكركم اللي كيكون حقيقي. وكان هذا هو فيديو اليوم، كنتمنى يا رب ينال اعجابكم. ولا عندكم يا الغزالات ديالي اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده خليوه ليا تحت ان شاء الله بالتعليقات. ولا كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات حطوا ليا لايك باش نعرف. وهذا الكريم هذا او هذه الوصفه يعني ما تستعملوهاش اكثر من 3 ايام، وعاودوا صابوا وحده اخرى، وضروري انكم تحتفظوا بها في الثلاجه، والثلاجه يعني تكون كتبرد مزيان باش تستافدوا من كل فوائد هذا الكريم. ما تنساونيش بشي دعوة ديال الخير وترحموا لي على الوالدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.